ما تنساش تعمل سبسكرايب او اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك الجديد في استخدام النباتات الطبية واسرار وفوائد النباتات الطبية والجديد في عالم التغذية العلاجية لصحتك ولصحة عيالك. اشوفك على خير. ليه انا اخترت الكركمين يا جماعة؟ لان بكل بساطة 2436 دراسة وبحث معمولين عن دور الكركمين في علاج الأمراض، 256 تأثير إيجابي وفايدة للجسم منشور عنهم دراسات بتؤكد فاعلية الكركمين في علاج الأمراض، 799 مرض اتعمل عنهم دراسات عن دور الكركمين في علاج الأمراض دي. طيب ايه ابرز الامراض اللي الكركمين بيساهم في علاجها؟ رقم 1 التهاب المفاصل، رقم 2 الاكتئاب الزهايمر، رقم 3 التهاب القولون ومشاكل القولون العصبي، رقم 4 السمنه الكبد الدهني، رقم 5 الامراض المناعيه الالتهابيه زي الصدفيه البهاء الروماتويد، رقم 6 بعض الاورام مع الادويه المعتاده بتاعه الاورام. رسالتنا الكركمين ما تسكنش الالم، عالجه. الكركمين عالج السبب وما تعالجش العرض. اختار ديتك النهارده، هنتكلم عن واحد من اعظم واقوى الادويه الطبيعيه واجمل الادويه الطبيعيه عندنا، هي رقائق الخميره. رقائق الخميره مبدئيا لازم تبقى عارف حاجه مهمه جدا، ان رقائق الخميره او اليست فليكس دي غير الخميره البيره، ده نوع تاني من انواع الخميره، وهي خميره غير النشطه بتنتج على قصب السكر، مش الخميره البيره. طعمها رائع، كانك بتاكل كده شيبسي بطعم الجبنه او شيبسي بطعم الكباب، ما بين طعم الجبنه والكباب، طعمها رائع جدا، تنفع للاطفال والكبار، وهي رقم واحد مبيعا في امريكا، بتتحط على الاكل، بتدي الاكل نكهه جميله جدا وفوائد لا تحصى، هشرحها النهارده. ايه هي فوائد رقائق الخميره؟ رقم واحد للمرضى اللي بيعانوا من التهاب الاعصاب والانيميا الخبيثه. رقائق الخميره هي منجم الفيتامينات بتاعت بي كلها، فاي حد عنده التهاب في الاعصاب، عنده تنميل حرقان في رجله، لو سمحت مع الكركمين اختار هديتك هي رقائق الخميره. رقم اثنين، وعشان دايما اللي بيجي له انيميا بيكون عنده شحوب في الوجه، فرقائق الخميره وعشان كمان هي مغذيه جدا بتعالج الضعف العام، فبتدور الوش، تخلي الوش وش منور وجميل، وبتخليكي قويه جدا لو انت عندك شحوب في الوجه او باين عليك الضعف. استخدامك رقائق الخميره بانتظام بيودي هذا العرض تماما نهائيا. ده غير الكركمين كمان يا جماعه من الادويه الطبيعيه اللي بتساعد في جون الدم طبقا للدراسات اللي اتنشرت عنه. فظيعه في رفع المناعه، رقم واحد في رفع المناعه لوجود احد المواد الفعاله فيها اسمها بيتا جلايكان. هذه الماده الفعاله بتساعد جدا 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 في رفع المناعه لدى الاطفال ولدى الكبار. رقم اربعه، الناس اللي عندهم ربو او حساسيه صدر مزمنه بنصحهم باستخدام رقائق الخميره لانها بترفع المناعه، وما بيحتاجوا حاجه ترفع المناعه عشان خاطر طبعا الناس دي بيكون عندها ضعف شديد في اداء جهاز المناعه. الحاجه الخامسه والاخيره اللي هو بيعالج الضعف العام زي نقص الفيتامينات ونقص المعادن اللي بتكون موجوده في رقائق الخميره في بكميه كبيره جدا جدا جدا. اتمنى من الله لو انت عندك ضعف عام او لو انت عندك حاجه لتهاب الاعصاب او انيميا اطلب منهم هديتك، قول لهم انا محتاج الايه، محتاج رقائق الخميره مع الكركمين لو سمحتم. اشوفكم على خير واشكركم على اللقاء. السلام عليكم، انا رباب علي حسن من محافظة القاهرة. كنت بعاني من روماتويد، يعني أول ما تعبت رحت لدكتور عادي خالص، دكتور طب عادي، قال لي أنت عندك روماتويد، وعملت سرعة ترسيب لقيتها 45 كانت عالية، وهو اللي نصحني أروح لدكتور أحمد أبو النصر. أنا أصلا كان بيجيلي حاجة في معدتي في بطني في قولون، كان بيجيلي سخونية، دور بيتعبني جدا في معدتي، ما كنت بحس بألم رهيب رهيب رهيب. حاجة اسمها ميكروب الحلزوني، أقسم بالله كان ألم رهيب 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 بيجيني في معدتي، لدرجة ان انا كنت ببقى محنية مش قادرة امشي. اول دكتور يقول لي ان هو اللي مسبب الروماتويد ومسبب الألم اللي في عظمي دي كلها هو دكتور احمد، ما حدش قال لي الكلام ده قبل كده. تحسنت بفضل الله ثم الدكتور احمد، يعني هو ربنا يزيده علم ويجعله خير لينا ان شاء الله.